في مدينة درعا التي تعيش أجواء الحرب في أسوأ فصولها وأخطر ظروفها، كانت الحاجة أم الاختراع وأباه أيضا حينما لم يلاقي الجرحى الذين يتم إسعافهم عبر الحدود إلى الأردن العناية الجيدة والاهتمام اللازم، فعمد النشطاء إلى تأسيس مشفى ميداني واسع يستوعب ما يمكنه من الجرحى جراء المعارك والقصف المتواصل من ثكنات جيش الأسد. تم بفضل الله فتح دار استشفاء في مشفى الشهيد عيسى عجاج الميداني في مدينة درعا، تقوم بمتابعة الجرحى ومتابعة علاجهم بعد العمليات الجراحية بدلا من نقلهم إلى الأردن بسبب التكاليف الباهظة الموجودة هناك وعدم متابعة المرضى التمريضية والطبية بشكل جيد. لا يقوم المشفى بأدوات متطورة أو أجهزة طبية حديثة، بل بعزم وحماس كادره المحلي. نحن هو مشفى الشهيد الطبيب عيسى عجاج الميداني درعا المدينة. طبعا المشفى موجود في أحد أقبية في الحارات الشعبية، هو مكون من صالة الإسعاف هي موجود فيها حاليا مع غرفتين عمليات بالداخل. طبعا نحن قادرين نساوي 3 عمليات جراحية بنفس الوقت. مثل ما أنتم شايفين الإمكانيات كلها بدائية، ما في أي ظرف من ظروف العقامة، وعم نحاول قدر المستطاع نقدم أفضل ما يمكن للمريض. يستقبل المشفى عشرات المصابين كل يوم، لا يخلو كثير منها من الخطورة والحاجة إلى إجراء عمل جراحي معقد. يتم الأطباء عملهم على قلة حيلتهم وضعف إمكاناتهم، يحسب لهم أنهم يوفرون على المصاب ساعات من الألم يحتاجها ليصل إلى المشافي الأردنية، وعلى أهله عناء كبيرا في ظل خطورة الطرق وانقطاع الاتصالات. طبعا نحن هاي تقريبا العملية الثالثة، نحن لنا شغالين تقريبا الساعة 5 المساء، من فتح بطن لفتح بطن لكسور أطراف. كم عملية تشتغلوا بالأسبوع تقريبا؟ يعني تقريبا عمليات عامة شي 50 عملية تقريبا. اعتاد قادة المعارضة على إسقاط فشلهم وتأخرهم على العالم المتقاعس المتفرج، لكن شيئا لا يبرر تأخر وجود رعاية كاملة للقطاع الصحي في المناطق المحررة. شبكة شام درعا.